ملفاتٌ عدة طرحت على طاولة الاجتماع بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمسؤولين الإسرائيليين. تمثلت أولاها في اتهام تل أبيب للأمم المتحدة بفتح المجال لشن حملات دبلوماسية ضد إسرائيل عبر قرارات تصدر عن مؤسساتها. هذا إلى جانب مطالبة ساسة الإسرائيليين بالضغط على حركة حماس من أجل الإفراج عن رفات جنديين مقتولين ومدنيين إسرائيليين فر إلى غزة. أعتقد أن للأمم المتحدة هوس غريب اتجاه إسرائيل وتستخدم تكتيكات تمييزية صارخة. الأمم المتحدة مفوضة بدفع السلام والأمن في العلاقات الدولية، وهذا شيء نسعى وراءه، ولكن يمكن القول وبموضوعية أن الأمم المتحدة فشلت في مهامها هذه عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. كأمين عام للأمم المتحدة يجب أن أكون وسيطا نزيها ورسولا للسلام. وسيط نزيه يعني أن أكون منصفا وغير منحاز لأحد، وأنه يجب التعامل مع جميع الدول بمساواة. إقليميا، ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن كل من لبنان وسوريا تتحولان إلى قاعدتين عسكريتين هدفهما شن حرب على الإسرائيليين، كما حذر من توسع نفوذ إيران في البلدين. يعني هذه الزيارة ستستغلها إسرائيل حتى آخر رمق من أجل كسب أمين عام المتحدة إلى جانبها، وضمان أن يكون دائما يعني منحازا ومواليا لإسرائيل. هذا يعني ينسجم مع السياسة الأمريكية الجديدة ونيكي هيلي وتوجهاتها العدائية تجاه كل من يعارض إسرائيل. تبع هذه الاجتماعات توجه الأمين العام إلى البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، ومن ثم سيتابع برنامجه الذي يشمل لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني وزيارة قطاع غزة في اليومين القادمين. رغم عدم تحقيقها نتائج ملموسة على الأرض، إلا أن الفلسطينيين يخشون من تراجع القرارات الأممية المنصفة لهم، لا بسبب ضغط الاحتلال على غوتيريش، وإنما بسبب تعزز العلاقات الاقتصادية والمصالح بين إسرائيل وعدد من الدول الإفريقية كالسنغال ونيجيريا، دول تعهدت بعضها بعدم التصويت لصالح القضية الفلسطينية بعد اليوم في المؤسسات الأممية. بشار صغير، التلفزيون العربي، رام الله.